حدث من اشهر الاحداث اللي حصلت هنا في القلعه ايه؟ مذبحه القلعه. حصلت فين مذبحه القلعه؟ تعالوا معايا كده بصوا المباني القصيره اللي احنا شايفينها تحت دي اللي ليها حاجات خشب فوقها راسها من فوق دي مباني عملها الانجليز ايام الاحتلال الانجليزي. بصوا بقى كده شايفين المأذنه القصيره اللي عامله زي القلم الرصاص الاولانيه دي، وبعدها على طول في كيرفين كده بوابه عامله زي قوسين كده، ده باب العزب. باب العزب ده الجامع ده اسمه جامع احمد كتخدة العزب، والباب اللي جنبه اسمه باب العزب. المنطقه دي اتبنت في العصر العثماني. محمد علي لما جه مصر بعد ما مسك حكم مصر قعد كده يفكر، قال لك المماليك لسه باقيين، لسه موجودين، انا خلصت على القوات بتوعهم ومسكت الحكم لكن بقيه المماليك لسه موجودين، وكان اسمهم البكوات وموجودين وماليين الصعيد. طب انا عايز اخلص عليهم الاول بصراحه، يعني عشان ما نظلمش الراجل ده. هو حاول وقت كتير جدا ان هو ايه يكسب ولاهم في صفه، وحاول كتير ان هو ايه يخليهم يبقوا تبعه، بس هم كانوا طول الوقت لا انت ليه يعني تمسك، يعني اشمعنى انت اللي تمسك الحكم. كل واحد فيهم طبعا بدات تجيله ايه افكار واطماع ان هو يمسك الحكم. فهيفضل محمد علي كده لحد ما هيقرر في يوم من الايام انه يخلص على اخر عدو ليه او اخر حد مقلقه في حته الحكم دي اللي هم المماليك. هيعمل ايه؟ الوقت ده كان بتقوم حملات تقضي على الحركات الوهابيه اللي موجوده في بلاد الحجاز، ومن ضمن القوات بتوع الجيش كان ابن ابراهيم وابن طوسون، كانوا دايما بيروحوا حملات للسودان وحملات لبلاد الحجاز عشان يقضوا على الحركات الوهابيه اللي هي كانت ضد الحكومه العثمانيه. في الوقت ده هيستغل فكرة خروج حملة عسكرية في الوقت ده، وهيعزم قواد المماليك كلهم في القصر، فاكرين القصر اللي اتكلمنا عنه، هيعزمهم في الساحة عنده في القصر، وهيبدأوا يقعدوا ويعمل لهم غدا معتبر. هيقول لهم بقى ايه بقى، تعالوا في احلى قبها ليكوا. المماليك طبعا كانوا لما يحبوا، هم كانوا اغنياء قوي، وكانوا لما يحبوا يتمنظروا يعني يلبسوا ايه بقى، الدباجع القاطفه على الذهب، ويحطوا السيوف اللي هي اللي مش مسنونه بقى، سيوف الذهب عشان يبقى انه غني، مش السيف اللي بيحارب بيه، السيف الذهب ومش عارف ايه. فكانوا بيلبسوا لبس وزنه كبير جدا، ويلبسوا جواهر، ويلبسوا العمم الكبيره. وهو الراجل ايه حب يعمل كده، وقال لهم انا عايز كل واحد فيكم يجي باحلى حله عنده او احلى لبس عنده. جم بقى طبعا لابسين العبايات ولابسين العمم الكبيره وحاطين السيوف الذهب والنياشين والكلام ده كله، وقعدوا واتغدوا وانبسطوا وتمام التمام، خلصوا كل حاجه. قال لهم انزلوا بقى، قال لهم بس انزلوا بقى ودعوا الجيش. قال له هنودعه، هنمشي ازاي يا باشا، كان بيقولوا له الباشا لان الحاكم العثماني كان اسمه الباشا، هنمشي ازاي؟ فقال لهم هيمشي قدامكم الجيش، الجيش نفسه اللي خارج العمليه الفتح دي، هيمشي هو قدام بقياده ابني، وراه مجموعه من القواد من اسمها ايه الفرق العسكريه، وبعدين المماليك هيمشوا كده كلهم زي تشريفه على الحصانه بتاعته، هينزلوا زي التشريفه، ووراهم الانكشاريه. الانكشاريه دول كانوا جنود عثمانيين تبع محمد علي. هينزلوا منين؟ هيختار لهم باب العزب اللي هو الباب اللي احنا شاورنا عليه من شويه هنا ده. اشمعنى باب العزب؟ عشان الباب ده الطريق اللي بيأدي له ممر صخري ضيق ومتعرج، والحيطان بتاعته او الجوانب بتاعته مرتفعه جدا، فاللي هو اللي هيمشوا فيه لازم يمشوا صف ورا بعض، ومفيش حد يعرف يرجع ولا حد يعرف يروح في اي حته. وبالفعل اول ما بداوا يمشوا نزل الجيش الاول بالتشريفه بتمام التمام. اول ما خرج اخر جندي من الجيش راحوا ادى الاشاره للناس اللي واقفين على البوابه من نفس المكان اللي احنا واقفين هنا ده، راحوا قافلين البوابه. طبعا ايه المماليك نازلين بقى بخيولهم وتمام ومبسوطين وفرحانين وبتدنجلوا ورا بعض. وصلوا عند البوابه بداوا يتكوموا، البوابه مقفوله، ايه في ايه، وبيبصوا كانوا الجنود الانكشاريه موجوده هنا في المناطق اللي احنا موجودين فيها هنا، كان وقتها في البنادق. وفعلا بداوا يقتلوا فيهم، قتلوا حوالي 470 بني ادم من المماليك دول. مذبحه يعني مذبحه، تخيل 500 بني ادم اتذبحوا في ممر صخري ضيق، لا عارف يرجع ولا عارف يروح، وطبعا مش لابس لبس حرب ولا لابس لبس يعرف يجري بيه اصلا، هو لابس بقى عبايات ومش عارف ايه، والسيف اللي معاه مش شغال، السيف اللي معاه ده ايه منظره، ده سيف ذهب لا بيموت ولا بيعمل حاجه، لا بقوا عارفين يحاربوا ولا بقوا عارفين يضربوا، هم اصلا هم متكومين لوحدهم، يعني مش هيلاقوا حد يحاربوه لان الجنود واقفين فوق هنا بيضربوا عليهم النار من فوق من هنا. فضلوا الضرب ده شغال لمده 6 ساعات، ومحمد علي قاعد في القصر، وبيقولوا يعني كتاب التاريخ بيقولوا انه كان قاعد مرتبك جدا وقلقان جدا وعرقان وخايف، لحد ما جاله الخبر ان اخر واحد من المماليك اتقتل وخلصوا عليه. طبعا في مجموعه قدرت تهرب بقى بطرق مختلفه، اللي مش عارفه نط بحصانه واللي مش عارف ايه، بس كام واحد يعني قليلين جدا، ودول هي خدوا بعضهم وهربوا للشام، والاول هربوا للصعيد، ومن الصعيد لفوا عن طريق الصحراء وراحوا ايه لحد بلاد الشام. وبكده كان محمد علي اتخلص من اخر عقبه كانت قدامه هم المماليك.